السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون مقارنه خفيفه بين الايباد القديم وبين الايباد الجديد في السرعه، فخلوكم معنا. طيب كبدايه راح اتكلم معاكم عن مواصفات الجهازين. هذا الجهاز الايباد القديم وهذا الجهاز الايباد الجديد. مثل ما تشوفون الحواف، الشاشه نفس الحجم 12.9، لكن الجهازين احجامهم تختلف. ليش؟ لان الايباد الجديد ابل كنسلت البصمه وسقرت الاطراف كذا مثل ما تشوفون. لو نتكلم عن مواصفات كأرقام، الجهاز القديم البيكسل 264 بي بي اي، وبرضو الجديد نفسه 264 بي بي اي اللي هي بيكسل بير انش. المعالج القديم يكون 8 اكس فيوجن، المعالج الجديد 812 اكس فيوجن. القديم تقريبا 4 انوية، الجديد 8 انوية. الرامات نفسها 4 جيجا رام اثنينهم، لكن الجديد اذا شريت 1 تيرا بايت راح تكون مع 6 جيجا بايت رام، ما راح تحس الفرق فيها. طبعا ابل زايده رامين علشان الذاكره اكبر، فالجهاز راح يحتاج رام اكبر. برضو الكاميرا الخلفيه في الجهازين نفس الارقام، لكن تختلف 180 درجه. الجهاز القديم كانت الكاميرا حقه الايفون 6 اس تقريبا، اما الجديد لحق الايفون 10 اس. وبرضه الجهاز القديم كان يجي مع الاي او اس 11، طبعا تقدر تحدد الاي او اس 12، لكن الايباد الجديد مصنوع على الاي او اس 12. المداخل، المدخل القديم للايباد هو المدخل اللايتنج اللي هو تقدر تشحنه برضه الايفون، اما الايباد الجديد يكون المدخل حقه يو اس بي تايب سي اللي هي موجوده على اجهزه الاندرويد كلها، وبرضه موجوده على كمبيوترات ابل. الجهاز القديم كان في السكيورتي يستخدم البصمه، اما الجهاز الجديد راح يستخدم الفيس اي دي. سبيكر نفس السبيكر، 4 سبيكر نفس الشيء. القديم كان في مدخل الهيدفون جاك، اما الجديد ما يكون فيه. اذا كنت بتركب الهيدفون جاك لازم تشتري وصله من يو اس بي تايب سي الى الهيدفون جاك او تستخدم البلوتوث. ابعاد الجهاز راح يكون الايباد القديم 305.7 × 2206، اما سمك الجهاز راح يكون 6.9 ملم، اما الايباد الجديد راح يكون 208.6 × 2104.9، وسمك الجهاز انحب في كثير من القديم هذا 5.9 ملم. وبرضو وزن الجهاز القديم 677 جرام، اما الجديد 631 جرام، فيكون اخف. بعد ما خلصنا من الارقام نجي الحين على الاداء الفعلي اللي بتشوفونه انتو. اول شيء نسكر برامج كلهم، نفتح مثلا لعبه، نفتح نفس اللعبه 1 2 3، اسرع الصوت هنا. نكنسل النايت شيفت ونشوف، بما ان هنا اول مره تفتح. ما تحسون في فرق كثير لان اللعبه هي مش قويه، لكن لو نشوف مثلا، نجرب نفتح هذه اللعبه مثل ما تشوفون. طبعا اللعبه هذه تقريبا جراند ثيف اوتو، راح تشتغل بسلاسه في الجهازين لأنه ما فيه ذيك القوة. فخلني نشوف الحين معاكم لو بنطفي الجهاز، نطفي الجهازين، نجرب الحين نشغل الجهازين في نفس الوقت. طبعا القديم فتح قبل، فمثل ما تشوفون الحين ما كان في ذاك الفرق فتح الجهاز، الاثنين فتحوا بسرعة. لو بنجرب الحين نسوي ريندر لمقطع فيديو راح نستخدم فيه لاي موفي. تصورت انا تقريبا 4 مقاطع فيديو، مقاطع الفيديو هذه راح تكون 4K 60 فريم في الثانية، فراح ارسلهم على الايبادين اثنينهم. راح نفتح بعدين الاي موفي وراح نسوي لهم رندر ونشوف كم يستغرقوا من الوقت. طبعا احجامهم كبيرة، 4 مقاطع و 4K و 60 فريم في الثانية. نشوف الحين اداء الجهاز من اللي يخلص قبل، كم الفرق بينهم في الاخراج. بالحالة الحين الإرسال على الإير دروب، شوف كم ماخذ، تقريبا خذ الحين أكثر من دقيقتين. يعني نخلص في الجهاز القديم، نرسل عن الجهاز الجديد. ما تشوف المقاطع، استلم الإيباد الحين هذا الجديد المقاطع. لو بنشغلهم معاكم نشوف، رايحين الآي موفي نيو بروجكت، نروح للفيديو، نحط الفيديوهات الجديدة كرييت موفي كذا. المقاطع الحين نزلوا 4 هنا مثل ما تشوفون. نفتح الايباد القديم، نضغط برضو نيو موفي، نروح الفيديوهات، نختار الاربعة، نضغط كرييت، هذا نزلوا كلهم هنا نفس الايباد القديم مقاطع كلهم. لو نروح النهاية طول المقطع اثنينهم نفس الشيء، فنضغط دان، نسوي لهم سيف فيديو، سيف فيديو، نضغط احنا على 4K اثنينهم مع بعض،
نبدأ. هنا التايمر معانا، راح نشوف كم يستغرق. مثل ما قلت لكم المقطعين 4K 60 فريم في الثانية، قرابة 7 دقائق اللي هو 6 دقائق و58 ثانية. طبعا الحين وصل 6 دقائق والايباد الجديد قرب انه يخلص، والايباد القديم برضو قرب، بس انه الايباد الجديد اسرع منه. الايباد الجديد خلص في 7 دقائق و14 ثانية. الايباد القديم الى الان خد 30 ثانية زيادة على الايباد الجديد الى انا ما خلص. 40 ثانية الحين، 50 ثانية، اخيرا خلص. نوقف ستوب الحين. مثل ما تشوفون الايباد الجديد خلص في 7 دقائق و14 ثانية، الايباد القديم خلص في 8 دقائق و11 ثانية، او 8 دقائق و10 ثواني تقريبا. فهذا الفرق. طبعا مثل ما قلت لكم الحجم الفيديو ترى كبير، لو بحطه مثلا في اللابتوب بالماك او اي لابتوب راح ياخذ فوق ال 14 دقيقة عشان يسوي له اخراج. خلونا ننتقل الحين عن اخر مقارنة اللي هي القلم. مثل ما تشوفون انتم هذا يعطي القديم 10 صفر. اول حاجة الاستخدام نفس الاستخدام، اللي هو دقة الرسم ممتازة ما تغيرت، لكن الطريقة الجديدة مثل ما قلت لكم تشحن الجهاز، بس تعطنا كذا راح القلم يبدأ يشحن الحين. الطريقة القديمة ما ادري ابل كيف فكرت فيها، افتح هذا اللي يطلع لي مدخل الشاحن نفس الايفون. هذه الحركة لازم مثلا لو اني ابي اشق الايباد، مثلا الحين القلم ما راح يشتغل هنا، لازم ابي اقترن فيه، لازم اركبه كذا، اركبه الين يشبك. اذا شبك افصله كذا راح اقدر استخدمه. برضو لو صرت ابي شحنه لازم احطه كذا. تخيلوا انك تمشي بجهاز كذا علشان يشحن، ما ادري كيف فكرت فيها، بل برضو هذا بسهوله يضيع. طيب محاوله جيده، لكن الايباد الجديد والقلم الجديد افضل بكثير من القديم. طيب وكذا خلصنا الفيديو مقارنه بين الايباد القديم والايباد الجديد. هذا الايباد القديم، طبعا انا بوريكم اياه بالقلم فلازم احطه كذا، وهذا الايباد الجديد. فالاغلبيه يعرفوا الفرق بين الايباد القديم والايباد الجديد. ففي نهايه الفيديو اسوون اشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، وان شاء الله راح ارد على كل التعليقات، او اذا كانت تعليقات كثيره راح اسوي لها فيديو منفصل. والسلام عليكم.